السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. معنا قصة جديدة من قصص المجتمع المغربي. هذه المرة القصة من ذوي الاحتياجات ومع ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هو المهدي. المهدي شاب في عمره 37 سنة. المهدي عاش واحد الحياة مع اعتماد كلي على الأم ديالو، والله يواليها برحمة الله، اللي توفات هذه مدة ديال 15 سنة. من بعد وفاة ديال الأم ديالو بقى مع الأب ديالو اللي في العمر ديالو الآن 95 سنة، كيعيشوا بواحد المعاش، واحد المعاش كيعتمدوا عليه من بعد الله، اللي هو مبلغ ديال 20,000 ريال كتعيش بها الاسره هذه. معنا المهدي اللي غادي نشوفوا القصه ديال اليوم، وغادي يشارك القصه ديال اليوم مع خوتو المغاربه. وبالمناسبه فهذه اول مره المهدي كي يخرج للاعلام عبر قناه مغارب نيوز. مهدي، السلام عليكم. مهدي، السلام عليكم خوتي المغاربة، خواتاتي المغاربة، ازيكم؟ انا خرجت اليوم لانني بغيت نشارك معكم الهموم ديالي، الافراح ديالي. المهم شنو لكم، انا واحد الدري، يعني كما قال لكم السيد، انا كنت معتمد اعتماد كلي على الوالدة. انا دابا بغيت صافي تقهرت، بغيت نشارك الافراح، بغيت نشارك همومي معاكم، بغيت نشارك هذا المضره ديالي معاكم. المهم انا بغيت ندير لكم لعله وعسى واحد يعاوني ندير شي بيعه وشريه، ندير شي واحد. واخا مهدي، قبل ما نوصل للبيعه والشريه، دابا غير المشاهدين ديالنا الكرام غير باش يفهموا الحاله، الاعاقه ديالك المهدي، الاعاقه ديالك دابا، نوعيه ديال الاعاقه. انت دابا انت دزتي، ما تزتي كما قلتي لي، ما تزتيش مثلا يعني شلل في الحركه ديالك، انت وقيلا شي مرض هو اللي خلاك تفاقم الوضعيه ديالك ياك. اي يعني ديك السقان، يعني بالعربي كما كانوا كيقولوا الناس، القدام السالمه. السالمه هي اللي خلاتني نكون بحال هكا ونكمل. ازمات الوضعيه الصحيه ديالك معلوم بزاف كاع. واخا مهدي، دابا انت دابا من خلال هذا المنبر دابا ديال مغارب نيوز، اشنو هي دابا مثلا الرساله اللي بغيتي توصل لخوتك المغاربه مهدي؟ نوصل لهم ان المعاناه ديالك المهدي، المعاناه ديالي بانني ما كنعش تاع الليل وانا في الحريق. صداعات لهذا، انا ما بغيتش شي كروسه ديال الانديكابي. دابا انت ما كتخرجش بوحدك مهدي؟ ما كنخرجش بوحدي، داكشي علاش تنطالب بشي كروسه تكون الكتريك، اذا طالبش نولي نمشي بوحدها، باش ما نبقاش نعتمد على الغير. يعني دابا انت تيلا بغيتي تخرج كيهزوك الناس المهدي؟ كيهزوني الناس من كتاب من هذا. دابا المشكلة ماشي بالخروج، المشكلة انهم كيحطوا في كروسة، الا بغيتي تمشي غير عند مول الحان وتشري شي حاجة. خاصني يديك ياك. يعني انا كنعتمد على الناس بزاف، انا بغيت شي كروسات تكون الكتريك، لا مش مابقاش نعتمد على الناس. دابا ومساله اخرى، حتى قلتي حتى المرفق الصحي الا بغيتي تولج ليه كتعتمد على الناس. خاصني يوصلني ليه. يعني حتى في البيت الداخل كتعتمد على الناس. خاصني يوصلني الداخل. يعني وفي نظرك علاش مثلا بالنسبه دابا انت تقريبا دابا في عمر ديالك 37 سنه مهدي، دابا علاش ما خرجتيش الاعلام هذه المده هذه حتى اليوم عاد فكرتي تخرج مثلا؟ واخويا تقهرت، بغيت نخرج نشارك الهموم ديال مع المغاربه، بغيت نشارك يعني صافي عيت في جوني مار، صافي تبلوكيت شي بيعه وشريه شي حاجه.
واحد يعاون ياك. لان المعيشه هذه بزاف صافي تقرش. انا راجل كبير كذا طوم وما عندي حتى درهم باش نعين الاسره ديالي يعني. كنشوفهم كيتقطعوا قدامي يعني ما شي انسانيه يعني. ودابا الاب الله يخليه يطول في عمره، دابا شحال قلتي لي في العمر ديالو دابا وصل؟ 95 يعني راجل كبير. 95 سنة؟ 95 سنة يعني راجل كبير غادي تطمع فيه ما يمكنش. وشحال المعاش ديالو مهدي؟ 20 ألف ريال، 1000 درهم. 1000 درهم؟ واخا 1000 درهم كيفاش كديروا لها مهدي دابا؟ كيفاش كديروا لها نتوما مثلا؟ حتى السومة الكرائية اللي قلتي لي كريم ب 21 ألف ريال ياك؟ دابا حنا كنضطروا أننا نخلصوا الكرة على 3 شهور. 3 شهور؟ باش باش نوفروا واحد الميزانية خفيفة باش نشري لنا القود ديالنا. يعني كتقول مثلا هذيك 3 شهور ريتاما يدبر الله الأمور ياك، يدبر يعني بحال كتوفقوا ما بين الماكلة ديالكم، واخا ما قداكمش هذيك 1000 درهم مهدي. وي راه ما قداش، ما قداش خلا مرة حتى كيلو البطاطا راه ما قداش. يعني معاناة مهدي. يا خويا المعاناه ديال الصغير. وانت دابا شنو الاحساس ديالك؟ شنو اللي دارك انت مهدي دابا؟ انا دارني اخويا بانني عاجز. ما كنعاون الدار، ما كنعاون راسي، ما كنعاون بزاف الحوايج. ما كدير حتى شي حاجه والو. والو اخويا شاد السدال وبالك وكنتفرج. يعني انت اليوم الامل ديالك في الله سبحانه وتعالى وفي خوتك المغاربه ياك. داكشي اللي كاين اخويا. ووجه رساله مهدي، وجه رساله ان شاء الله، واكيد غتلقى ان شاء الله. عذبناك بهذاك الميكرو مهدي. ماشي ياك، عذبناك بهذاك الميكرو. ايوا ماشي مشكل. غتصبر معنا مهدي شويه. ماشي مشكل. انا اخويا كنناشد خوتنا المغاربه وخوتنا المسلمين انهم يتعاونوا معايا ويشوفوا لنا شي راس مال ولا شي حاجه نقدر نوفقوا بعدا نعاونوا بعد واحد شويه العائله. يعني بغيتي تحس براسك بانك رجل ديال البيت. ايوا نحس براسي بانني كاين ليا دور في حياتي. يعني بغيتي يكون عندك دور في هذا البيت هذا خويا. اخويا دابا كاين قلتي انت والاب ديالك ياك والاخت ياك، انتوما شي اربعه الافراد دابا في البيت هنايا. ايوا واخا راه كنشوف حتى البيت عندكم راه متهالك. راه يا اخويا راه متهالك. هذا صلحنا وصلحنا. راه كنشوف فيه هو البيت راه متهالك زعما صراحه. راك يعني هو كنشوف فيه هو كيما تيشوفوا معنا حتى المشاهدين، يعني راه كيشكل عليكم خطر مهدي. وي يا اخويا كيشكل عليكم خطر كذلك. وي راه صلحنا وصلحنا ولكن بقى بحالك يعني ما عندنا ما نديرو ليه. واخا رسالتك لخوتك المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، اعطي شي رساله شي مناشده ناشد المحسنين. وكنناشد المحسنين وكنناشد هذا باش الا سمعوا الفيديو ديالي يتعاونوا معايا ويتعاونوا كذا، لانني مضرور بزاف، مضرور لاقصى درجه. يعني وخا يتعاونوا معاك غير يشاركوا القصه ديالك ياك مهدي. وي اخويا وخا يشاركوا القصه ديالك، حيت الا شاركوا القصه ديالك تقدر توصل لشي محسن اللي القلب ديالو الحمد لله وما اكثرهم. وي اخويا خوتنا المغاربه راه كاع قلوبهم كبار الحمد لله. الحمد لله كبار ان شاء الله الحمد لله. وخا رسالتك الاخيره مهدي باش نختموا ان شاء الله، وغادي نحطوا الرقم ديالك ان شاء الله. اعطينا الرقم ديالك المهدي ان شاء الله، واكيد من خلال الرقم ديالك غيتواصلوا معك العديد من الناس، وكذلك غادي يتواصلوا معك حتى منابر اعلاميه اللي غادي تجي عندك ان شاء الله. يا اخويا اعطينا الرقم ديالك المهدي. 06 18 04 42 37. عاود المهدي. 06 18 04 42 37. واخ اعطي رسالتك الاخيره للمشاهدين، واللي كذلك حتى رسالتك حتى للاشخاص اللي في وضعيه اعاقه بحالك مثلا، ربما باش يكون واحد خيط كيتمسكوا به في الحياه، لان لا يسمع الحياه كما كنقولوا ياك مهدي. شي رساله مهدي للمغاربه، شي رساله لهاد الناس اللي في الوضعيه ديالك انت، شنو هي الرساله ديالك مهدي؟ وكنناشد خوتنا المغاربه انهم يشوفوا في
بحال وقابل السماع، قابل السماع وكذا، ولا كان شي واحد يقدر يعاونني يعاونني، ما كانش يقدر يعاونني يعاونها بالسماع ديالو، ماشي مشكل. وشارك القصة ديالك. وشارك القصة ديالي، وكنقول لخوتنا اللي اونديكابي بحال كذا الطالب بأنهم ما يأسوش، ما يأسوش، لأننا حنا راه غادية في هاد الدنيا هادي، راه غندوزو أوقيتنا وغنمشيو بحالنا. لأن راه ما عندناش، ما نبقاوش خالدين فيها. أنت راضي بالقضاء ديال الله وقدر الله؟ راضي بالقضاء ديالي والحمد لله، كنصلي وصلاتنا كنعبدو الله والحمد لله. الحمد لله مهدي، الحمد لله، الحمد لله. إذا اللي كنتمناو من المشاهدين ديالنا الأوفياء أنهم القصة ديال المهدي، فباش ما نطولوش عليه حيت المهدي راه كشتو غير الميكرو راه مبرزطو، صراحة ما لقيناش كيفاش نديرو، ولكن المهم الله غالب كما كنقولوا، راه كتشوفوا غير الميكرو مسكين ضارب هو كيديروا من يد ليد. اللي كنتمناو باش ما نطولوش على المهدي حيت حتى الجلسة ديالو فكتشكل ليه نوع من العياء، لاحظوا هذا الشيء علاش ما بغيناش نطولوا على المهدي. كنعاود نقولها كاين بعض الإكراهات مشاهدينا الأوفياء اللي كتكون خارج على الإرادة ديالنا، إذا باش ما نطولوش عليكم، فاللي كيتمنى المهدي واللي كنتمناو حنا كذلك من كل القلوب ديالنا أنكم تشاركوا القصة ديال المهدي على أوسع نطاق، لسبب بسيط جدا، هو باش المهدي توصل القصة ديالو لأكثر عدد ديال الناس اللي ربما تكون أنت أو أنت سبب أنه المهدي يلقى واحد القلب اللي محلول الحمد لله، وما أكثرهم اللي تعاون مع المهدي اللي كما سمعتوا أنه أصبح كيحس أنه كيشكل عائق على نفسه وعلى الأسرة ديالو، خصوصا أن الأب ديالو كما سمعتوا 95 سنة معول على ما عاش مبلغ ديال 20,000 ريال في الشهر، السومة الكرائية عندهم 21,000 ريال، يعني حليل وناقش، يعني حليل وناقش مشاهدينا الأوفياء راه عندهم واسع النظر. إذا إلى هنا سنأتي يعني هذا البث المباشر كما أقول دائما لكل بداية نهاية، وهنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر على أمل أننا إن شاء الله نتلاقاو مع مهدي إن شاء الله في واحد الظروف أخرى إن شاء الله، اللي غادي نواكبوا معاه كذلك الحالة ديالو إن شاء الله، وغادي نبقاو معاه إن شاء الله حتى يوصل إن شاء الله لذاك الشيء اللي كيتمنى في الخاطر ديالو. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، كان معكم مراسل المغرب نيوز مصطفى القرناوي، يحييكم.